بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع بعض النهاردة في محاضرة الحقيقة مهمة اسمها Vascular Diseases of the Liver أو Vascular Liver Diseases whatever يعني، وهي مجموعة من الديسيزس الحقيقة مش مشهورة على قدر من الندرة. ده المشكلة الأولى. المشكلة التانية إنه في كتير من الأحيان بتبقى مس دايجنوزد على إنها أمراض أخرى، فبقى مهم جدا إن احنا كلنا يبقى عندنا عليها إيه؟ Knowledge كويسة قوي، خصوصا لما نشوف انه في التو ديزيزز اللي احنا هنوسع عليهم الكلام شوية قد يؤدي الى مورتاليتي. يعني التو ديزيزز في الاكيوت فورم بتاعهم، السيفير فورم بتاعهم، لو احنا ما تعرفناش على المشكلة مبكرا وقدرنا نتدخل كويس قوي قد يؤدي الموضوع الى فقدان حياة المريض اللي قدامنا. فموضوع مهم جدا بعنوان فاسكولار ليفر ديزيزز. وعشان ناخد فاسكولار ليفر ديزيزز تعال الاول كده نراجع مع بعض هو ايه البلاد سبلاي اوف ذا ليفر. ده الليفر كده، ونعرف انه الليفر ده الماجوريتي اوف بلاد سبلاي اللي جايله جايله عن طريق البورتال فين. ده كده زود بس الفونت بتاعنا ده شويه. اوكي، بورتال فين اللي هو اتحاد السبلينيك فين مع السوبيرو ميزنتريك، ونخش كده جوه الليفر ويتقسم اتنين رايت وليفت برانشز. ده مين؟ ده بورتال فين، واللي مودي للليفر تقريبا 75% تلتين او تلت ارباع البلاد سبلاي اوف ذا ليفر. الجزء التاني جايله من فين؟ جايله من الهباتيك ارتري اهو كده، برانش من السيليك ترانك من الاورطة. ده الهباتيك ارتري. يبقى البلود اللي داخل الليفر داخل عن طريق بورتال فين وهيباتيك ارتري. طيب اللي خارج بقى من الليفر، خارج كده ثلاثة هيباتيك فينز نراجع مع بعض عشان يصبوا في انفيريو فينا كيفا، عشان يروح داخل على طول لمين؟ لرايت اتريوم. ادي رايت اتريوم اهو، صح بس دي كده كده، ويبقى دي كده هيباتيك فينز وبعدين انفيريو فينا كيفا اهو اللي هيصب فيه رايت اتريوم. ده كده سريعا انا داخل بورتال فين هيباتيك ارتري وطالع هيباتيك فينز الى انفيريور فينا كيفا. وقالوا اقدر اتكلم دلوقتي على فاسكولار ديزيزز اوف ذا ليفر، بحيث ان الديزيزز ممكن تبقى ناحيه هيباتيك ارتري ونقول زي هيباتيك ارتري، وهناخد بقى قدر من التفاصيل واحده واحده واحنا ماشيين، زي هيباتيك ارتري اوكلوجن ادي واحد. ممكن تبقى المشكله ناحيه البورتال فين زي بورتال فين ثرومبوزس، هندرسه في اخر المحاضره دي بقدر كبير من التفصيل. ممكن تبقى المشكله ناحيه السمول سايزد هيباتيك فينز زي فينو اوكلوسيف ديزيز. ممكن تبقى اكتر ناحيه اللارج هيباتيك فينز او بروكسيمال انفيريو فينا كيفا زي بط كياري سندروم. ممكن تبقى المشكلة ان في blood filled cavities جوه الليفر، مشكلة اسمها بيليوزس هيباتس. يبقى الديس اوردر اللي انا حابب ان انا اتعلمها اقدر اقسمها كده، ممكن اشوف المشكلة من ناحية هيباتيك ارتري او بورتال فين الاتنين اللي داخل او اللي خارج small sized او الكبار فينو اوكلوسيف او بات كاري سندروم، او في النص في بلاد فيلد كافيتس جوه الليفر الديس اوردر اللي اسمه بيليوزيس هيباتس. كويس كويس جدا. طيب نرجع تاني بنقول بقى هل يا ترى القصه دي قصه شهيره؟ فنكتشف ان الموضوع ده از رير ديس اوردر اللي هو البرايمري انجري تو ذا هيباتيك فيسلز. بنتكلم على رير ديس اوردر تقريبا 5 لكل 10,000 بيشنت، يعني رقم بصراحه مش كبير خالص. ورير، وزي ما كنا لسه بنقول من شويه وهنكرر مره تانية، انه الكلينيكال فيشرز بتاعتها فيها قدر كبير من التشابه مع امراض مشهوره زي اكيوت هيباتيتس اللي احنا بنتكلم في الاكيوت فورم، او التليف الكبدي اللي احنا بنتكلم في الكرونيك ديزيز. فعشان كده محتاجه حاجه اسمها هاي اندكس اوف سسبشن، يبقى الدكتور دايما حاطط الامراض دي في ذهنه، ويبقى كمان
يفضل يبقى عندنا خبرة ونولج كويسة قوي في قراءة الأشعات. يعني ايه الجملة ديت؟ يعني حكاية الهاي اكسبرتيز في الانتربريتيشن اوف فاسكولار ايمجز ديت، يعني مثلا دلوقتي اجهزة السونار او الأشعة التلفزيونية على البطن الحديثة كلها تقريبا فيها دوبلر، يعني اقدر وانا بأسس الليفر بالالترا ساوند وانا مش دكتور أشعة وانا دكتور بطن او دكتور امراض جهاز هضمي عادي خالص، فببص بالجهاز بتاعي بتاع الأشعة التلفزيونية على الليفر اقدر كمان اسكان الفيسلز بتاعت الليفر باستخدام الدوبلر. فلو احنا عندنا مهارة زي كده دي حاجة هتساعدنا كتير جدا في تشخيص امراض زي ما اتفقنا في الاول قد تكون على قدر كبير من الصعوبة. جميل ان شاء الله، جميل جدا جدا جدا. ده ما نتكلم بقى على classification of vascular disorders of the liver. classification of vascular disorders of the liver، تعال نتكلم مرة تانية ونرسم كده. احنا كان عندنا التبسيط، يعني ادي ليفر وليفر داخل فيه كده البورتال فين اهو بالشكل ده، وعندي هنا كده الهيباتيك ارتري اهو كده، وطالع من هنا كده اهو الهيباتيك فينز. العنوان اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اسمه classification of vascular liver diseases. فبيقول ايه ممكن تبقى المشكلة ناحية هيباتيك ارتري. مش معايا بقى واحدة واحدة من مقدمة لخطوة أكبر لخطوة أكبر وهكذا. زي إيه؟ نقول تلاتة على طول. Hepatic artery occlusion، Hepatic artery aneurysm and fistula. أوكي؟ تاني. Hepatic artery occlusion، Hepatic artery aneurysm ودي fistula. طيب B ممكن تبقى المشكلة ناحية أو في disorders تانية ناحية portal vein. C ممكن تبقى المشكلة ناحية hepatic veins plus or minus inferior vena cava. زي مين hepatic veins plus or minus inferior vena cava دي ونخلصها على طول؟ زي disorder هنتكلم فيه ونديله وقته كده شوية، اسمه ايه؟ اسمه بط كياري سندروم. جميل جميل. نيجي بقى البي اللي هي بتاعت البورتال فين. بورتال فين هيتقسم الى جزئين، disorder of the extrahepatic part of the portal vein او disorder of the intrahepatic part of the portal vein. نقول ونعيد مرة تانية، يبقى disorder of the extrahepatic part ادي واحد، و disorder affecting the intrahepatic part ادي اتنين. مرة تانية بنتكلم على classification of vascular diseases of the liver او vascular liver diseases. اتكلمنا على disorder على hepatic artery, portal vein, hepatic veins, artery occlusion, aneurysm, fistula formation. hepatic veins زي بط كياري سندروم. portal vein هنقسم اتنين، portal vein الاكسترا hepatic part، portal vein الانترا hepatic part. طيب لو بنتكلم على الاكسترا hepatic port سهلة، portal vein thrombosis ادي واحد، aneurysm ادي اتنين، وبعدين congenital porto hepatic shunts. ده ايه ده؟ ده شبه اللي اتكلمنا عليه واحنا بنتكلم على disorder of hepatic artery. ما احنا قلنا occlusion aneurysm fistula، انا هنا نفس الكلام بس اقول portal vein thrombosis، ودي كلمة مهمة وموضوع اشرحه في اخر المحاضرة دي. portal vein thrombosis aneurysm و congenital porto hepatic شانتس. طيب لو بتكلم على الانترا هيباتيك بورت عندي تو ديس اوردرز، عندي حاجه اسمها اوبليتريتيف بورتال فينوباثي. اسمه ايه تاني؟ اسمه اوبليتريتيف، وهتكلم عليه برضو ونديله وقته، بورتال فينوباثي ادي واحد. رقم اتنين عندي بورتو هيباتيك فيستولاز جوه، زي الفيستولا بقى دي اللي احنا اتكلمنا عليها هنا اهي زي دي كده بس جوه، اسمها ايه؟ بورتو hepatic fistulas. يبقى مرة تانية من بره the hepatic artery occlusion aneurysm fistula. hepatic veins اتكلمنا على بودكاري سندروم اللي ممكن ناخد معاه حكاية ايه؟ اللي ممكن ناخد معاه الانفيرور فينال كيفا. لو بتكلم على البورتال extra hepatic شبه hepatic artery thrombosis aneurysm shunts. اوكي بورتو هيباتيك. طب والانترا هيباتيك اسمه اوبليتريتيف بورتال فينوباسي او برضو الشانتس. جميل. وبعدين تعال اقول لك كلمه مش مهمه قوي لو بنتكلم على ديس اوردر في الهيباتيك ارتر، حكايه هيباتيك ارتري اوكلوجن which is a very rare condition. يبقى تعالى نطلع كده ناخد كلمه هيباتيك ارتري اوكلوجن، ده قصه very rare
لكن ممكن تحصل ليه. فاحنا ناخد الكلمه ونروح نوسعها شويه. ادي الهيباتيك ارتري كده بالشكل ده، ممكن يحصل فيه ليه اوكلوجن. قالوا ممكن يبقى فيه التهاب، انفلاميشن. الجزء ده كده فيه انفلاميشن، التهاب. انفلاميشن ده زي مع مين؟ زي حاجه اسمها بولي ارترايتس نودوزا. نشوف الكلام ده مع بعض ان شاء الله في الروماتولوجي واحنا بندسكس موضوع الايه، الفاسكولايتس. زي حاجه اسمها جاينت سيل ارترايتس، يبقى زي مين؟ فاسكولايتس. يبقى انفلاماتوري ده زي فاسكولايتس، او يتقفل بامبولس هنا. امبولس، طيب امبولس ده زي مين؟ زي حاله انفكتيف اندوكاردايتس. شفنا الكلام ده في الكارديولوجي، وشفنا فيجيتيشنز في الهارت، وتروح وتيجي وتروح تامباكت هنا، ممكن تيجي على مستوى الهيباتيك ارتر. او تروما، تروما ده زي مين؟ زي مع الجراحه، بنعمل انترا ابدومينال سيرجري، زي حد بيشيل او بيستأصل المراره بالمنظار، اسمها لابروسكوبيك كوليسيستيكتومي، ونعمل تروما. يبقى ايه؟ سيرجيكال تروما، زي بنعمل جراحه بالمنظار. او انه بالخطا للاسف يروح يتربط، يبقى الجراح بيعمل جراحه زي بيعمل استئصال للمراره، ويفتكر ان دي السيستيك دكت فيروح قافله. طبعا ما بقاش خلاص بقى في جراحين يعني وحشين كده، كل الناس بقوا شاطرين وما شاء الله كويسين، يبقى ايه؟ طايد. يبقى سيرجري، تروما، او يتربط. يبقى انفلاميشن، تعال نقول بقى تاني، يبقى انفلاميشن زي فاسكولايتس مش كده، امبولس زي انفكتيف اندوكاردايتس، او تروما، او يتربط زي مع مين؟ زي مع الجراحه. دي اقل سلايد او اقل يعني جزء اهميه في المحاضره كلها، لكن المهم جدا واللي عليه كلام كتير واللي هنقف عليه شويه كده كويسين وكتير جدا يجي في الامتحان، هو مين؟ هو البد كياري سندروم. لحد هذه اللحظه انت عرفت معايا انه بط كياري سندروم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اوبستراكشن للفينس اوت فلو من الليفر، اوكلوجن لمين؟ للهيباتيك فينز، بلس اور ماينس ممكن ناخد معانا كمان الانفيريور فينا كيفا. مش احنا قلنا كده ان احنا عندنا الليفر اهو كده، وان الليفر ده طالع منه لو انا ادي الانفيريور فينا كيفا كده في الهيباتيك فينز اهي كده. فانا بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي اوكلوجن على مستوى الهيباتيك فينز دي كده كده، واحد منهم او كلهم، واحد منهم او كلهم، بلس اور ماينس ان ممكن ده يسبريد وناخد كمان الانفيريور فينا كيفا. كويس، ده بط كياري ايه؟ ده بط كياري سندروم. والعلم يقول بعد استبعاد ما قبله وما بعده، يعني اقول بط كياري سندروم في قبله هنا اوكلوجن للساينوسويد، يعني ممكن يحصل على المستوى اللي تحت جوه الليفر اوكلوجن على الساينوسويدز او السمول سايز هيباتيك فينز. يعني عندي حاجه اسمها فينو اوكلوسيف ديسيز، وعندي حاجه اسمها ساينوسويدال اوكلوجن سندروم، دول مش انكلودد. طيب هو الانفيريور فينا كيفا ده بيصب فين؟ بيصب في رايت اتريوم، وادي رايت فينتريكل، وادي البالمونري، وحوالينا كده هنا في بريكارديا. طب ما لو حد عنده بريكارديال ديسيز، كونستريكتيف بريكاردايتس او بريكارديال تامبولات، طب حد عنده رايت، يبقى في حد عنده بريكارديال ديسيز. لو حد عنده رايت فينتريكولر فيلير، لو حد عنده سيفير ترايكاسبيد فالف ديسيز، طب ما ده او ده او ده برضه هي امبير الفينوس ريتيرن بتاع الليفر اللي راجع من الليفر، بس لا ده ولا ده بط كياري سندروم. يبقى في بط كياري سندروم هنقول جزئين في التعريف. الجزء الاول هو ايه؟ الجزء الاول انه اوكلوجن على مستوى الهيباتيك فينز، وممكن معانا كمان الانفيريو فينا كيفا. الجزء الثاني انه مش معانا اكسكلودد من الديفينيشن ده اللي تحته واللي قبله. اكسكلودد من الديفينيشن ده الساينوسويدال اوبستراكشن سندروم، الفينو اوكلوسيف ديسيز، وكمان بعد استبعاد كاردياك كونديشن رايت فينتريكولار فيلير او بريكارديال افيوجن او سيفير ترايكاسبيد فالف ديسيز. هل يا ترى مشكله بط كياري سندروم دي مشكله موجوده بنسبه قد ايه؟ تتخيل ان الموضوع ما بين 2 من 10 الى 2 بير مليون، لكل مليون شخص من 2 من 10 الى 2 مليون. الحقيقه ان ده مختلف باختلاف اللوكاليتي، يعني يقولوا انه تقريبا 5% او 4.9% بالدقه يعني، او 5% من حالات البورتال هايبرتنشن في اليابان كان سببها بط كياري سندروم. في الهند النسبه تعلى شويه 7-8 إلى 9%. الفكره ان الديسيز مش مشهور، ولكن الديسيز في الاكيوت فورم بتاعه
قد يؤدي الى اكيوت ليفر فيلير وقد يؤدي الى الوفاه. جت سيرته واحنا بنتكلم على فالمنانت هيباتيك ايه فيلير. جميل جميل. ليه يحصل؟ تعال نتكلم بقى على كلاسيفيكيشن او تعال ناخد ماشي تعال نروح هنا كده ونتكلم على اهو كده كلاسيفيكيشن مهم قوي. او ليه يحصل بودكاري سندروم؟ هنقسم الى مجموعتين، واحد برايمري. وبرايمري يعني ايه؟ يعني حصل ثرومبوزس جوه الهيباتيك فينز في غياب سبب واضح، يعني في غياب سبيس اوكيباينج ليجن او اورام او بارازايتس. وحابب هنا ان انا يعني اتك شويه على كلمتين، انه في البرايمري حصل ثرومبس جوه البورتال فين، اسف ثرومبس جوه الهيباتيك فينز من غير سبب واضح. جميل، ده برايمري. رقم اتنين، من ضمن الاسباب بقى المهم جدا استبعادها اورام تيومرز، اورام كبد، اورام سوبرارينال، او اورام كيدني تيومرز. خلي بالك من الحكايه دي. يبقى البرايمري ان في ثرومبس اتكونت جوه الهيباتيك فينز وممكن كمان الانفيريو فينكيفا من غير ما يكون في سبب واضح، ومهم جدا ان احنا نرول اوت الاورام. طيب غير كده في مين؟ في السكندري، والليستة دي مهمة وانت شفتها معايا في الهيماتو انكولوجي. السكندري ده يتقسم تلات مجموعات، احفظ بقى ورايا واحنا ايه ماشيين. يتقسم الى تلات مجموعات، اكوايرد، هنقسمهم كده اكوايرد وهيريديتري واذرز. تعال نقولهم ونقول عليهم كده شوية ملاحظات. يبقى احنا واحد عرفنا يعني ايه بودكاري سندروم، وعرفنا ان احنا اكسكلودنج من الديفينيشنز ما قبله وما بعده، ما قبل الهيباتيك فينز يعني وما بعد الهيباتيك فينز، وعرفنا ان القصه دي قصه مش مشهوره قوي. دلوقتي بنتكلم على الاسباب اللي قسمناها الى برايمري ديس اوردرز اند سكندري ديس اوردرز. في البرايمري بنتكلم على ان احنا ما لقيناش سبب، واتكينا شويه على حكايه استبعاد الاورام. لو احنا بنتكلم بقى على سكندري ديس اوردر هنقسم الى ثلاث مجموعات، وخلي بالك من انه الريسك فاكتورز تحت عنوان سكندري دي هي دي اللي هندور عليها في ديس اوردر زي بات كاري سندروم، زي بورتال فينس رومبوزس، وافكرك بالحكايه دي بعد شويه، زي اوبليتريتيف بورتال فينوباسي. يبقى زي بات كاري سندروم، بورتال فينس رومبوزس، اوبليتريتيف بورتال فينوباسي، اللي احنا بنتكلم على ديزيزز اوف ذا ليفر، هندور على الريسك فاكتورز دي اللي احنا هنرصها تحت عنوان مين؟ تحت عنوان سكندري. طيب سكندري ده زي مين؟ تعال نشوف مع بعض. زي واحد سندروم، سندروم ده مين؟ انتي فوسفو ليبيد انتي بودي سندروم، ناخده مع بعض بالكامل في الروماتولوجي. بس حد عنده قابليات تجلط، ده اللي بيبقى معاه بقى الانتي كاردوليبين انتي بوديز، واوتو انتي بوديز كده مشهوره ومعروفه وموجوده من ضمن الدياجنوستيك كرايتيريا. او حتى بيبقى عندي مشكله كده صغيره انه مع كرونيك ليفر ديزيزز ممكن الاقي الانتي بوديز دي موجوده بشكل نون سبيسيفيك، وهنا يمكن بقى في دياجنوستيك دايليما، يعني ان انت ايه ممكن تسسبكت ان ده انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم فتطلب الانتي بوديز بتاعته فتلاقيها بوزيتيف، بس هي بوزيتيف عشان في كرونيك ليفر ديزيز. واتكلمنا على حكايه الاوفر ستيميوليشن بتاع ايه الريتيكولو انسيلير سيستم ده وانتاج انتي بوديز مع كرونيك ليفر ديزيز. فادي مين ده؟ ده سندروم ساركيدوزس، احنا بنحاول نبسط الامور بقى، وسيلياك ديزيز، ادي ثلاثه. يبقى انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم، ساركيدوزس، وسيلياك ديزيز. في الناحيه الثانيه بي ان اتش شفناها في الهيماتولوجي، باروكسيزم النكتورنال هيموجلوبينيريا، بيرسيت ديزيز، وانفلاماتوري باول ديزيز. جميل جميل. يبقى سندروم، ساركيدوزس، سيلياك ديزيز، وبعدين بي ان اتش، بيرسيت ديزيز، وانفلاماتوري باول ديزيز، ثم مايلو بروليفراتيف نيوبلازمس. درسنا مع بعض يبقى دي 3 و3، ومايلو بروليفراتيف نيوبلازمس دول تحت عنوان ايه؟ تحت عنوان اكوايرد. درسنا مع بعض البوليسيستيميا فيرا، وشفنا كمان الاسينشال ثرومبو سايسيميا، وشفنا زياده عدد الصفائح، شفنا زياده البلود فيسكوستي، وقد ايه احتمال يبقى فيه تكوين جلطات سواء كانت ارتيريال او فينوس، وادي احد الاحتمالات. هاويفر ان الطب هنا بيضيف برضو معلومه صغيره يعني، وبيقول انه في هذا السيتويشن لو كان العيان وصل بالفعل لمرحله بورتال هايبرتنشن وسبلينوميجالي ومن ثم هايبرسبلينيزم، فسبلين كبر شويه وبدا ياكل فيه خلايا الدم، فممكن نبص نلاقي البلود فيلم شكله اتغير،
ويبقى في قدر من الصعوبه انك تسسبكت ان ده مايلو بروليفراتيف نيوبلازم. تاني، انت مستني ان عدد كرات الدم الحمراء كبيره قوي، عدد الصفائح الدمويه كتير جدا فوق 450، بس الفكره ان البيشنت ده وصل لمرحله بورتال هايبرتنشن والسبلين بدا يكبر شويه والسبلين بدا يكسر فيه الصفائح او الار بي سيز او الاثنين مع بعض. فنبص في البلات فيلم نلاقي الاعداد مش زايده قوي، اللي ممكن يخلي الدكتور يفكر فيه اسباب تانية او ما يفكرش قوي ان ده ممكن يبقى مايلو بريفراتيف نيوبلازمس. جميل، في الهيرديتري نفكر في مين؟ دول اللي احنا عارفينهم على طول بنفكر فيهم، حكايه انتي ثرومبين، ده انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي، بروتين سي اند بروتين اس ديفيشنسي، فاكتور ليدن ميوتيشن، ميوتيشن بتاع فاكتور 2، كل ده احنا شفناه في الهيماتولوجي اللي هو جي 2200 اند اوكي 10 ميوتيشن وهكذا. طبعا على راس القائمه تقول على طول زي بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي وزي انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي. برضو هنا الطب بيقول لك خلي بالك من ملحوظه صغيره، يعني انه بروتين سي وبروتين اس دول بروتينات بيصنعهم الليفر اوكي، وانه ممكن في عيان عنده اصلا كرونيك ليفر ديزيز لاسباب اخرى ووصل لمرحله ليفر امبيرمنت ممكن يبقى بروتين سي وبروتين اس قليلين، مش قليلين بسبب برايمري يؤدي الى هايبر كواجلوبال ستيت، ده هنا قليلين عشان في ليفر ديزيز. كويس، دايجنوستيك دايليما، تتخرج ان شاء الله وتعمل في مجال امراض الجهاز الهضمي والكبد هات فيس المشكله دي، لكن لحد دلوقتي انا بتكلم على كلاسيفيكيشن بتاع البات كاري سندروم. وقلنا ان الكلاسيفيكيشن بتاعنا احنا ماشيين كده اهو، كلاسيفيكيشن بتاعنا اهو ماشيين برايمري وسكندري، برايمري من غير سبب واضح ولا سبيس اوكوباينج ليجن ولا بارازايت ولا تيومر، وسكندري اللي اتقسم ثلاثه اكوايرد وشفنا سندروم ساركويدوزس وسيلياك انفلاماتوري باول ديزيز وباسيت بي ان اتش ومايلو بروليفيرتيف نيوبلازمس، وهيرديتري زي قلنا زي بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي وانتي ثرومبين 3 ديفيشنسي وفاكتور 5 ليدن ميوتيشن وما الى ذلك، وكنا شفنا الكلام ده كله في الهيماتولوجي. ثم ايه بقى عندي اذر ديس اوردرز، اذر ديس اوردرز تعالى نبص كده، انا عندي هنا كده ادي ليفر اهو وادي كده البورتال، عندي فين اهو بالشكل ده، والبورتال فين ده اللي بيدرين الجي اي تي مش كده، يلا ادي الجي اي تي بيدرين جوه البورتال فين. فيقولوا لو عندنا انفلاماتوري ديس اوردر او انفكشن في الجي اي تي ده السيتوكاينز الانفلاماتوري سيتوكاينز اوكي ممكن تروح تقريتيت البورتال فين، فيروح بص كده اهو هنا ومنه يروح للهيباتيك فينز اهو. الاشهر في الموضوع ده ان يعمل بورتال فينز ثرومبوزس، لكن القصه قد تصل الى الهيباتيك فينز ويبقى برده فيه هيباتيك فينز ثرومبوزس. ده زي مين؟ زي في انفكشن فيه او انفلاماتوري ديس اوردر في الابدومين، فتروح تدرين في البورتال فين تعمل بورتال فينز ثرومبوزس، وممكن نصل الى مين؟ الى الهيباتيك فين. اكشوالي حكايه الاذرز دي اكتر مع بورتال فينز ثرومبوزس، لكن تعالى نقول كله مره واحده. طيب اتنين، لو في هنا مالجنسي اورام ابدومينال مالجنسي تدرين وتعمل لي بورتال فين ثرومبوزس وممكن هيباتيك بس نادرا، يبقى اكتر بورتال فين ثرومبوزس. ان يبقى في انجري اهو انجري للسبلينيك فين او للبورتال فين زي مع جراحه، ان يبقى في ستيزس ده اكتر مع البورتال فين ثرومبوزس. بس عشان نبقى خلصنا الليسته كلها على بعض، يبقى من تحت في انفكشن ومالجنسي، من فوق في انجري وفي ستيزس، على فكره زي حد عنده تليف كبدي، وعايز اقول لك ان التليف الكبدي بير سي لوحده ريسك ان ممكن يبقى فيه بورتال فين ثرومبوزس وهيباتيك فينز ثرومبوزس. مين كمان؟ بص بقى ده هيبقى مشترك معانا مع بورتال فين او هيباتيك فين، بريجنسي فيميل اهي كده نعمل كده بريجنسي and pills oral contraceptive pills extreme poverty فقر شديد و homocysteinemia. جميل، يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ حفظنا الليستة بتاعت
احتماليات بدور عليها في عيان عنده بات كاري سندروم او بورتال فين ثرومبوزس او اوبليتريتيف بورتال فينوباسي. قسمنا بقى السكندري لاكوايرد وانهيرتد واذرز، شفنا انفكشنز في الجي اي تي ومالجنسي في الجي اي تي، وشفنا انجري، وشفنا ستيزس، وشفنا بريجننسي واورال كونتراسبتيف بيلز وهوموسيستينيميا اند بوفرتي. نرجع بقى، احنا بنتكلم دلوقتي مينلي على بط كياري سندروم. لو احنا بنتكلم على بط كياري سندروم كلينيكالي البيشنت بتاعنا ده ممكن يجي ازاي؟ كلينيكال فيتشرز، قالوا ان في نسبه محترمه من العيانين تصل الى 15% العيان يجي اسيمتوماتيك بلا اي اعراض ويبقى ديسكفرد اكسيدنتالي. يعني البيشنت جه عندنا العيادة واحنا بنفحصه فروحنا عملنا اشعة تلفزيونية لأي سبب من الاسباب، فنلاقي الليفر كبير شوية، نعمل الدوبلر نلاقي الهيباتيك فينز ضيقة. كويس، او جاي مثلا مقدم على شغل ما او وظيفة ما، وبعدين بيعمل الميديكال تشيك اب، وهو بيعمل الميديكال تشيك اب لقى فيه ارتفاع بسيط في الانزيمات، وبعدين جينا بندور وراه فنلاقي ان الهيباتيك فينز ممكن انفيرو فيناكيفا ضيق شوية. جميل جميل، ادي حكايه ايه اسيمتوماتيك. غير كده بقى، انا عندي الحقيقه سبيكترم كبير من اول ان البيشنت زي ما بنتكلم يبقى اسيمتوماتيك اب تو زي ما كنا لسه بنقول في الاول ان العيان ده ممكن يوصل الى مرحله ليفر سيل فيلير. ما بين ده وده احنا عندنا شكلين، اكيوت فورم وده اللي هو لايكلي اكتر ان العيان يجي بشكل ليفر سيل فيلير، وكرونيك فورم. تاني بط كياري سندروم، لو انا بتكلم على كلينيكال فيتشرز انا عندي رينج خلاص سبيكتروم كبير ما بين اسيمتوماتيك اب تو ليفر سيل فيلير، وعندي تو فورمز اكيوت فورم وكرونيك فورم. اكيوت فورم هو ده اللي اكتر لايكلي ان احنا نوصل الى ليفر سيل فيلير، كرونيك فورم ممكن نوصل لليفر سيل فيلير. بس كلاسيكالي بقى بيبقى الشكل عامل ازاي؟ بص ادي الليفر كده، واحنا قافلين كنا اتكلمنا على الموضوع ده واحنا بنشرح مع بعض العملي كده الهيباتيك فينز. طيب يحصل ايه؟ يروح الليفر يكبر اهو ويستريتش على الكبسول، ده يجنريت ابدومينال بين، ادي واحد، اتنين هيباتوميجالي. بيشنت جاي العيادة، انت بتشتكي من ايه؟ بشتكي من الم في البطن ابيجاستريك ورايت ابر كوادرنت ابدومينال بين، وانت بتفحص تلاقي فيه تندر كمان هيباتوميجالي. لو تكتب كلمة تندر هيباتوميجالي دي تبقى جميلة قوي. الليفر مش عارف يدرين، الجي اي تي بقى كله اللي بيدرين في الليفر يبقى كونجستد، نبدأ نجمع فلويد في البريتون. اكيوت، بلاش كلمه اكيوت دلوقتي، يلا اسايتس، سيب دي اكيوت دلوقتي هوضحها لك بعد شويه. اسايتس يبقى بيشنت، وجاي البيشنت جاي عندي العياده وانا بفحصه، بتشتكي من ايه؟ بشتكي من الم في البطن، بنفحص نلاقي الليفر كبير شويه ونلاقي اسايتس. جميل جميل، هتقول لي طيب ما ده شبه كتير جدا انا درسته في المنهج بتاعي، ايه اللي يخليني افكر اكتر ان ده ممكن يبقى بات كاري سندروم؟ نقول دور على ايفيدنس ان في اوكلوجن اوف ذا هيباتيك فينز، اللي هو مين بقى؟ اللي هو نيجاتيف، مهم قوي قلناه في الكلينيكال بقى، نيجاتيف هيباتو جاجولار ريفلكس. دي كلمه بقى لازم تحط عليها كده ايه هايلايت، تحط عليها بوكس عشان خاطر دي الكي وورد اللي لما تشوفها في الامتحان هتروح رايح ناحيه ايه؟ ان البيشنت ده موستلي بات كياري سندروم. هيدي لك الترياد الثلاثيه، ترياد اوف ابدومينال بين، تندر هيباتوميجالي، اسايتس، ونشوف نيجاتيف هيباتو جاجولار ريفلوكس. لو تفتكر كنا بنبص على نيك فينز ونشوف الليفل بتاعها، بعدين نعمل ابدومينال كومبريشن ونشوف هل يا ترى الليفل ده هيتحرك او هيتغير ولا لا. ما هو ده لو اتغير يبقى السكه دي بتاعتنا مفتوحه، لو ما اتغيرش يبقى السكه دي بتاعتنا مقفوله، ده اسمه نيجاتيف هيباتو جاجولار ريفلكس. ونفكرك مره تانية ان الكرونيك فورم كمان قد يؤدي الى بورتال هايبرتنشن وفي الاخير ليفر سيل فيلير. تمام،
طيب تمام جدا جدا جدا. افكرك بحاجه كمان كنا قلناها كده في الكلينيكال، كنا بنلاقي دايليتد بالمره يعني عشان خاطر ايه نبقى ايه يعني، قلنا الكلام ده عشان لو جت جمله ام سي كيو ولا حاجه، انه كان ممكن يبقى فيه اوكلوجن في الانفيرو فينا كيفا، فيبقى فيه دايليتد فينز على الابدومينال وول. دايليتد فين اللي كنا بنفرقها منها او بنفرق ما بينها وما بين الكابوت ميدوزا في حكايه بنعمل ميلكينج تيست ونشوف الدايركشن اوف فلو، لو في حاله انفيرو فينا كيفا اوبستراكشن فكنا بنشوف الدايركشن اوف فلو ده من تحت الى ايه الى فوق. طيب شفنا ايه؟ شفنا تعريف باد كياري سندروم لحد دلوقتي، يعني تعريف باد كياري سندروم، شفنا كلاسيفيكيشن وبوسيبل كوزز، شفنا كلينيكال فيتشرز بتاعته ممكن تبقى عامله ازاي. تعالى بقى دلوقتي نتكلم ازاي نشخص باد كياري سندروم. اكيد بدات تفكر دلوقتي ان تشخيص باد كياري سندروم هيعتمد على ايمجنج ستاديز بتاعه بلاد فيسلز، ان احنا نصور بلاد فيسلز. القصه بتبدا بايه؟ القصه بتبدا ان الدكتور وهو بيعمل ابدومينال الترا ساوند سونار على البطن يعمل معاه كمان دوبلر. كنت لسه بقول لك انه اغلب اجهزه السونار الحديثه في معاها كولر دوبلر نقدر نشوف الفلو جوه مين؟ جوه البلاد فيسلز. فنبص نلاقي مثلا الهيباتيك فينز، يعني ادي كده الليفر اهو كده، وادي الهيباتيك فينز كده. فالمفروض الدايركشن اوف فلو في الهيباتيك فينز ماشي كده كده، ابص الاقي ده الفلو بتاعه معكوس. اوكي اه، يبقى ده كده فيه هنا ايه قفله، يبقى الدوبلر ده اللي بيديتكت مين الفلو جوه البلاد فيسلز، وبشوف البورتر كمان. يبقى الخطوه الاولى الايرلي دايجنوزس هيعتمد على دوبلر الترا ساوند. ممكن بقى نعلى اكتر من كده شويه ونعمل حاجه اسمها سي تي انجيو، اشعه مقطعيه على الاوعيه الدمويه، في اجمل واجمل اسمها ام ار في اللي هو ماجنتيك ريزونانت فينوغرافي، ده جميل قوي. علم لي بقى على ام ار في ده كويس خالص. يبقى انت دلوقتي لو هنتكلم على دايجنوزس اوف باد كياري سندروم نقول ان الايرلي دايجنوزس وانيشيالي اختار ابدومينال الترا ساوند. اوكي طيب مين جميل كونفيرماتوري ام ار في ده ايه؟ انيشيال وده مين؟ وده البست. طيب كده احنا رحنا عملنا ايه؟ شخصنا باد كياري سندروم. تعال نتكلم بقى على مين؟ على تريتمنت اوف باد كياري سندروم، ونبدا نتكلم على كده ايه شقين للامر. واحد تريتمنت اوف ذا كوز ان امكن، يعني اذا كان في سبب وعرفنا ان احنا نتوصل الى السبب ده ايه هو بالظبط نعالج السبب. طيب غير كده فور اول بيشنتس لكل الحالات نعمل ايه؟ لونج تيرم انتي كواجيوليشن. طيب تمام، ده لمين؟ لكل الحالات، والحالات خاصه سبيشال كيسز. نعمل ايه؟ قال الحالات الخاصه دي لو انا عندي ايه؟ لو انا عندي شورت سيجمنت اوف هيباتيك فينز ضيق او انفيرو فينا كيفال ستينوزس ممكن احط ايه؟ اخش واروح عامل ستنت. لو ويب ممكن اوسعها تاني. لكل الحالات لونج تيرم انتي كواجوليشن. لحالات خاصه زي مين؟ زي شورت سيجمنت اوف هيباتيك فينز مقفوله، زي انفيرو فينا كيفا مقفول، زي ويب ممكن اخش اعمل دايلاتيشن او احط ستنت. والكلام ده بيتعمل هنا في مصر، بيعملوه دكاتره الاشعه التداخليه، وحاجه يعني ايه ممتازه جدا وجميله جدا. ادي كده موضوع باد كياري سندروم. طيب تعال نشوف موضوع تاني مهم جدا بعنوان بورتال فين ثرومبوزس، موضوع يعتبر ذا موست common of the vascular diseases of the liver. والحقيقة ان البورتال فين ثرومبوزس ممكن يحصل في شكل اكيوت، والامر قد يتطور الى اللي هنوصفه بالكرونيك. زي ما اتكلمنا في باد كياري سندروم اكيوت وكرونيك، كمان البورتال فين ثرومبوس ممكن تبقى اكيوت ممكن تبقى كمان كرونيك. هنتكلم على الاكسترا هيباتيك بورتال فين، خصوصا بورتال فين ثرومبوزس. ايه الاكيوت؟ الاكيوت ده هو ريسنت فورميشن اوف اثرومبوس جوه البورتال فين نفسه او واحد من البرانشز بتاعته، يبقى جوه البورتال فين نفسه او الرايت، انت عارف ادي الليفر تاني كده،
وادي كده البورتال فين، اتحاد سبلينك وميزنتريك، وده مهم، وهنتقسم الى رايت وليفت. احنا بنتكلم على ثرومبس اتكونت جوه المين بورتال فين ريسنتلي عشان كده اكيوت، او جوه واحد من البرانشز بتاعته. المشكله ان الثرومبس دي ممكن تقفل توتالي، ممكن تسبريد كمان سبلينك، ممكن تسبريد كمان ميزنتريك، وقصه السبريد دي مهمه جدا جدا جدا، وقد تكون كمان فيتال، ده مهم جدا. طيب لو اتكونت اكيوت ثرومبس وربنا قدر والمش البيشنت بتاعنا عدى من الموضوع وما حصلش فيها ريكانالايزيشن، يعني ما بقاش فيها ممرات تسمح بمرور الدم، بيحصل ايه؟ بتبدا تفتح كولاترالز اسمها بورتو بورتال، اهي تعمل شكل كده مميز اسمه كافرنوما، وهنا نتحول الى كرونيك. تاني اوريك صوره بقى للموضوع ده كنت جايبها، اهي مهمه قوي. احنا بنتكلم على recent formation of thrombus جوه البورتال زي دي كده، او واحد من البرانشز بتاعته. لو ربنا قدر والامر عدى اوكي، والمريض لانه في كتير من الاحيان ممكن ما يعديش ويبقى فيه يعني قدر كبير من ايه، من الخطوره، كويس زي ما اوصف لك دلوقتي، بس ما حصلش recanalization، يبدا يحصل ايه؟ نبدا نفتح كولاترالز صغيره كده بورتو بورتال اوكي، نسميها كافرنوما، ده اللي بنوصفه بكلمه ايه؟ كرونيك. يبقى كرونيك كان اكيوت ثرومبس وعدت بس ما حصلش ريكانالايزيشن فتكونت الكافرنوما دي اللي هي سيكولي، هتكلم فيه بعد شويه. طيب كوزس خلاص بقت سهله بقى بالنسبه لنا، لو انا هتكلم على كوزس اوف بورتال فين ثرومبوزس بشكل عام هقسم برايمري اللي هو بيحصل من غير ما يكون فيه local cause زي space occupying region او infiltration by tumor، او secondary بقى الاسباب acquired او اسباب inherited او other causes، مهم جدا جدا جدا، ونرجع للستة الاسباب اللي كنا وصفناها قبل كده. طيب ده مين ده؟ ده causes، نتكلم بعد كده عن عنوان مين clinical features، طبعا هنقسم الى acute ثم موضوع ال كرونيك. لو احنا بنتكلم في الاكيوت اب تو 90% من الحالات هيجي باكيوت ابدومينال بين، ده مهم قوي 90% من الحالات. المشكله بقى اللي هتبدا تتطور واحده واحده ان اب تو 85% من الحالات هيجي بسيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، القفله المفاجئه للبورتال فين ده، هنبدا ريليز اوف انفلاماتوري سايتوكاينز كتيره، القصه التي قد تصل الى سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم حتى في غياب انفلاماتوري فوكس، وقد تتطور الى دي اي سي. القصه دي لو طولت وما اتحلتش قد تؤدي الى الانتستين، خلي بالك كونجستد بعنف اللي هي بالدرين جوه البورتال، فممكن نلاقي بقى مشاكل ومصايب زي انتستينال perforation من السيفير كونديشن كونجشن الى بيريتونايتس الى سيبتك شوك الى ديس. موضوع مهم جدا جدا جدا، وخلي بالك احنا بدأنا المحاضرة اصلا واحنا بنتكلم على انه البيشنت بتاعنا تحت كاتيجوري فاسكولار ليفر ديزيزز ده، فاحنا بنناقش مواضيع نادرة شوية في كتير من الاحيان غايبة عن ذهن الدكتور، رقم اتنين محتاجة اكسبرتيز محترم في انه يقدر ينتربريت نتائج الفحوصات. فالاكيوت ابدومينال بين ممكن بقى نلاقي مشاكل زي سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم او انتستينال بيرفوريشن وبالتالي بريتونايتس وبالتالي سيبتك شوك ثم ديس. زي ما كنا بنتكلم لو ربنا بقى كرمنا والقصة دي عدت من غير ما يحصل المشاكل دي، بس ما كانش حصل جوه الثرومبس ده ريكانلايزيشن، كان بيحصل ايه؟ يفتح بورتو بورتال كولاترالز اللي اسمها كافرنوما، وده اللي بنسميه الشكل الكرونيك. هنا في الكرونيك فورم بتاعنا هيبقى عندنا شكل بالظبط بورتال هايبرتنشن بالسيكولي بقى بتاعته بتاعت ايه؟ ان يفتح بورتو سيستميك كولاترالز زي الفيروسز، وممكن يحصل منها بليدنج
زي ما اتكلمنا بقى في درس البورتال هايبرتنشن، زي مين؟ زي الهيماتيمسيس والمينا، ويقولوا ان ده الموست كومن بريزنتيشن بتاع الكرونيك بورتال فين ثرومبوزس. طيب حاجه كمان كده صغيره، حكايه الكافرنوما، البورتو بورتال كولاترز اللي اتكونت دي مع السيكولي بتاعت الاكيوت ثرومبوس مع الوقت، ممكن تضغط اكسترا وانترا هيباتيك على البيلري سيستم. ديس اوردر هنسميه ايه؟ هنسميه بورتال كولانجيوباثي. جميل. يبقى تاني بقى في كلينيكال فيتشرز، احنا عندنا اكيوت وعندنا كرونيك. اكيوت، اكيوت ابدومينال بين، سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، ومشاكل قد تؤدي الى الوفاه. كرونيك انا بتكلم على شكل بورتال هايبرتنشن بفاريسز وبليدنج. وعندي كده ملحوظه صغيره على جنب، ان الكافرنوما اللي اتكونت ديت ممكن تضغط على اكسترا وانترا هيباتيك بيليري سيستم وتؤدي الى ما نسميه بورتال كولانجيوباثي. جميل، ادي كلينيكال فيتشرز. تعال نروح بقى لدياجنوزس، نشخص ازاي على نفس الترتيب او ترتيب مشابه لما ذكرناه في البط كاري سندروم، ان احنا واحد نعمل الترا ساوند ويز دوبلر، فيقول ان في بورتال هايبرتنشن وان في مشكله في الفلو في البورتال فين وفي كمان كولاترالز بالترا ساوند ويز دوبلر. ممكن نعلى شويه ونعمل سي تي اي، ممكن كمان نعمل الام ار انجيوغرافي. جميل جميل. دلوقتي في حاجه مهمه برضو حابب اذكرها، بدات ترايز كده بقوه في امراض الجهاز الهضمي والكبد، اسمها اندوسكوبيك التراساوند اي يو اس. اي يو اس اختصار، وشفناها كمان في البنكرياتيك ديس اوردرز، يعني اسمها اندوسكوبيك التراساوند. انا بعمل السونار عن طريق المنظار، بروح داخل بالمنظار من الفم وبروح واقف عند الديودينم واروح اصور البورتال فين عن قرب، اقدر اشوف بقى فيه الثرومبوس ايه موجوده. جميل. طيب احنا كده شخصنا بورتال فين ثرومبوزس، الاضافه بس اللي احنا اضفناها اوفر بات كاري سندروم هي حكايه اندوسكوبيك ايه التراساوند. طيب العنوان اللي بعد كده، ايه العلاجات اللي نقدر نقدمها للمرضى دول؟ طيب تعالى نتكلم، واحد هيبقى تريتمنت اوف ذا كوز ان امكن. طيب تريتمنت بقى اوف بورتال فين ثرومبوزس الاكيوت، بورتال فين ثرومبوزس فور اول بيشنت، على نفس الترتيب اللي احنا كنا بنتكلم ايه عليهم، هندي ايه؟ انتي كواجوليشنز. حلو. للاسف ما عنديش انا بقى حكايه الستنت والبالون دايلاتيشن، مش موجود في الكلام ده، احنا لكل العيانين نعمل ايه؟ انتي كواجوليشن. ولو كان السبب يمثل بيرمننت ثرومبوتيك ريسك هيكمل على الانتي كواجوليشن ده بشكل انديفينيت. طيب لو انا بتكلم على كرونيك بورتال فين ثرومبوزس بقى، ده للاكيوت، يجي للكرونيك بورتال فين ثرومبوزس، عندي بقى مشكله صغيره هنا. لو انا بتكلم على كرونيك بورتال فين ثرومبوزس، عندي هنا ايه بقى؟ مشكلتين صغيرين نتكلم عليهم. فاكر الكرونيك بورتال فين ثرومبوزس ده كان ممكن يبريزنت بايه؟ كنا بنتكلم بقى بالشكل الكامل بتاع بورتال هايبرتنشن بحكايه فاريسز وكمان احتماليات النزيف. فانت هتعمل ايه؟ مانجمنت اوف بورتال هايبرتنشن مع سكريننج فور فاريسز، زي ان احنا نعمل منظار ونبص ونشوف بقى مين يربط ومين يحقن. المشكله الثانيه انه في نسبه من العيانين اللي عندهم بورتال هايبرتنشن دول هيبقى عندهم قابليه نزف. كويس. فبالتالي عشان اقول ان انا ادي للعيانين بتوع الكرونيك بورتال فين ثرومبوزس ده انتي كواجوليشن، محتاج الاول استبعد ان العيان ده يكون عنده قابليه نزف، زي عيان ليفر سيروزس تطور الى ليفر سيل فيلير، او عيان هايبر سبلينيزم وبقى عندي نقص كبير في عدد الصفائح. فواحد رول اوت ان العيان يكون عنده بليدنج تندنسي. قالوا في الناس الصغيرين ممكن بقى نكونسيدر الجراحات اللي بتدرسها في الجراحه بتاعت البورتو سيستميك ايه شانتنج. لكن دلوقتي انا يهمني لو شفت عيان كرونيك بورتال فين ثرومبوزس تقول كلمتين، واحد اتعامل مع بورتال هايبرتنشن اللي هي الموست كومن بريزنتيشن سكريننج فور فيريسز، وكمان كونسيدر انتي كواجوليشن لو ما كانش عندي كونترا انديكيشن. بس كده انا خلصت المحاضره بتاعت الفاسكولار ليفر ديس اوردرز. يا رب ان شاء الله يكون كان الموضوع بسيط بالنسبة لنا. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.